أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. في هذا الدرس رح نبدأ نضيف موت الشخصية. لما الشخصية عن جد ينزل روحها للصفر تموت. لاحظ أنا الآن بتحرك وعادي ما عنديش أي مشكلة وبكمل اللعبة ولا كأنه في أي إشي صار. فأنا رح أسوي الآن كود إني لما تموت الشخصية يصير معاها أشياء ثانية. فالآن في الإيفنت بين بلاي حطينا إحنا الدمج وكل إشي. الآن بدي أتأكد أنا إنه روح الشخصية وصل صفر. فأجيب الهيلث. طب الهيلث هذا كيف بدي أتأكد إنه صار صفر؟ بسحب من هون وبقول له برانش. طف الكابس. بسوي برانش. طب البرانش هاد هيلث بدي يكون يساوي صفر. فبعمل إيكوال. الآن لو كان هذا الإشي يساوي الصفر ننفذ هذا الأمر. إذا ما كان بيساوي صفر لا تنفذ. تمام؟ ممتاز جدا. الآن طب إيش الإشي اللي بده ينفذه بعد هيك؟ بده يسوي أنيميشن. لاحظ أنا فتحت الملف الأنيميشن. إذا أنت مو فتح عندك بتفوت على الباراجون راث بتفوت على كاركتر هيرو راث أنيميشن. لاحظ عندك هاي الأنيميشن. هاي موقعها أنا كنت فتحه قبل شوي. هاي موقعها من هون بتقدر تقرأه. ممتاز. في عندنا كثير أنيميشن. بدي أختار أنا الديث منها. خلينا نشوف ديث باكورد. افتح لي هالملف. هاي حالة الديث اللي راح تصير. ممكن نستخدم هاي. وفي عندنا واحدة ثانية هاي لقدام. بس ما هو مش ممكن مش منطق تخبطك الدبابة تطير لقدام. فنسوي لورا. تخبطك الخبطة جاي من الأمام فورورد فبترجع أنت لورا. ممتاز. ديث فورورد. طيب خلينا نبدأ الآن نسوي الأنيميشن. شو بدي أكتب؟ بدي أكتب له بلاي أنيميشن. بختار هاي بلاي أنيميشن مش. ممتاز. طيب شو كان اسمها؟ اسمها ديث فورورد. ممتاز. الآن أنا سويت قلت له شغل الأنيميشن لما يكون الروح يساوي صفر. إذا ما كان بيساوي صفر ما راح يشغل الأنيميشن. كومبايل سيف أشغل. لاحظ أنا خبط عادي ما صار أي شيء. الآن كمان خبطة كمان خبطة. لاحظ سوى الأنيميشن لكن اللعبة لسه شغالة. هو سوى الأنيميشن وظل على الأرض وميت. وإذا خبطت مرة ثانية بظل يكررها للأنيميشن. طيب خلينا الآن نحل مشكلة التكرار. إيش بعمل؟ بدي أقول له بعد برانش بدي أقول له do once. هيك انحلت مشكلة التكرار. سوي لمرة واحد الأنيميشن هات أو أي إشي بعد هيك. كل الأوامر رح تطلع من هون بعد كلمة completed. كل إشي على اليمين هيجي هيتسوى مرة واحدة. خلينا نشوف. طيب سوى الانيميشن. الان لساتني بحرك لكن لاحظ انا بخبط سوى الانيميشن لمرة واحدة. ممتاز جدا انيميشن مرة واحدة. طيب مشكلة انه الشخصية لسه بتمشي واللعب ماشي بس هو على الارض ما نايم. كيف بوقف انا حركة الشخصية؟ بسحب بكتب disable input. بدي اختار هاي disable input. الغي المدخلات الكبسات اللي على الكيبورد بدي الغيها كلياتها. ممتاز. compile save. الان تمام ماتت الشخصية. بكبس على الكيبورد ما بصير اي شيء. الشخصية لسه ماشية. يعني ضل عندنا مشكلة واحدة انه الشخصية لسه بتمشي. طب ايش بعمل؟ بسحب مرة تانية وبقول disable. بدي الغي كمان الموفمنت. disable movement character movement. اوقف حركة الشخصية. ممتاز. character movement disable movement. الآن يفترض لما تموت توصل الروح للصفر يسوي لي مرة واحدة كل هاي الأوامر. خلينا نسوي compile save وشغل. ممتاز. أنا بتحرك ماتت الشخصية وصارت على الأرض توقفت. مرة ثانية نشوف المشهد. أوكي ممتاز. أخبط بهاي الدبابة. لاحظ قاعد الآن على الأرض. الصوت لسه شغال لأنه الصوت موجود قبل do once. الصوت موجود هون لكن أنا مضطر أني أتركه الآن. ما بدي أدخل في أني أحطه إذا ما تتوقف الصوت لأنه راح يسوي شوي راح يتغير الكود كثير عندنا. فراح أتركها أنا هون وإنت براحتك سير يعني تشطر فيها وتعلم كيف تحطها لما يموت يتوقف الصوت. يعني أنت ممكن تحط شروط هون. فالآن حاليا ما راح أنا أغير أي شيء. تمام. الآن
هيك احنا سوينا الكود تبع موت الشخصيه وكيف انه ديسيبل انبوت وكل شيء، لكن كل شيء تمام. في بعض الناس راح تعمل حركه الان، راح تيجي تقول لك انا بدي اعمل هون ديستروي اكتور. الان هاي ديستروي اكتور فيها مشكله، هي ممتازه جدا بعد ما تموت الشخصيه راح يسوي ديستروي اكتور، لكن الهيلث بار حيختفي. لاحظ الهيلث بار، القيم اللي في الهيلث بار اختفت، ولو انه في اي قيم ثانيه راح تختفي. طيب لاحظ كمان في ايرور عندي انا هون، صارت تطلع على الايفنت جراف سيت اكتور لوكيشن لمين للصندوق، فسويت لي كثير مشاكل. الان انا ايش بقدر، كيف بقدر احل هاي المشكله؟ انا حملت ديسيبل لكل شيء، ما في داعي اقتل الشخصيه لانه بطلت موجوده عندي في اليمين هون في الاوت لاينر. الشخصيه اختفت، بلاير ستارت هاي بطلت موجوده، مات الشخصيه اللي حطيناها ماتت وبطلت في عنا. ولو كان في عندي قيم هون حخسر كل القيم اللي تم تخزينها داخل الشخصيه. الشخصيه بتحتوي على معلومات، كلمه destroy actor بتقتل كل المعلومات اللي فيها واي معلومات شاركتها مع اي مجسمات اخرى. فلما انا اضغط اسكيب راح يعطيني كل هاي الايرور، اعطاني 1830 خطا. ليش؟ لانه في معلومات كتير مربوطه مع هاي الشخصيه، فانا ما بفضل احط destroy actor لشخصيه بتشارك معلوماتها مع اشخاص ثانيين. خلاص انا الاول اشي عملته قتلت الشخصيه، سويت انيميشن، وقفت الحركه تبعيتها، عفوا وقفت الانبوت ووقفت الحركه تبعيتها. انا بالطريقه هاي خلاص اعتبر الشخصيه ماتت، مش لازم اسوي destroy، مش لازم اخفيها، مخليها موجوده، ما بتاثر علي باي شكل من الاشكال في الوضع الحالي. في حالات ثانية بضطر انا اقتلها، اسوي destroy actor، امسحها من اللعبة، لكن في شخصية اللاعب يفضل في هذه الحالة ما اقتلها، ما اسوي destroy actor، تدمير للشخصية. ممتاز جدا جدا جدا، هيك اللعبة تبعيتنا صارت ممتازة، وراح نسوي الان شوية تطويرات عليها نطور منها في الفيديوهات القادمة. يلا في امان الله، بشوفك الدرس القادم، مع السلامة.